يا معلم تيتي، صباح الخير، ايه الاخبار؟ ما انا بعت المعلم مسخوط هيسلم البضاعة في الاقصر ان شاء الله، زمانه دلوقتي على محطة القطر. ايه تسليم البضاعة مش في الاقصر؟ انت مش قلت الرمزي هيروح المعلم مسخوط يسلم البضاعة في الاقصر للتجار هناك؟ يعني ايه الكلام ده؟ قلت له ايه؟ قلت له سقرة؟ يخرب بيتك، مش انت يا معلم تيتي، انا بقول على زفت رمزي ده. ماشي ماشي، طب اقفل انت دلوقتي، انا هكلم المعلم مسخوط الحقه بقى قبل ما يسافر. يلا سلام سلام. ماشي يا رمزي الكلب، مفيش حاجة تعملها صح ابدا. ماشي. الو يا معلم مسخوط، كويس ان لحقتك. انت على المحطة؟ ايوه ما انا عارف، بقول لك بقى. الو الو الو، يا دي الخط، كلمه تاني. الرصيد خلص، مش اشكال الحقه برضه. رانيا بتتكلم. انتي لا انتي مش فاهمه يا بنتي، الفستان اللي كانت لابساه سوزي اصلا في عيد ميلادها مش اصلي فرنساوي. لا طبعا مش فرنساوي اصلي، لا ده اصلا مصري اصيل. ايوه حبيبتي، لان الخياطه اللي فصلت عندها في رانيا. رانيا كان في كارت ب 25 جنيه بتاع شحن التليفون كان موجود جوه في التسريح. معلش حبيبي، انا خدته شحنت بيه الموبايل عشان ابعت مسجز لاصحابي في عيد الزهور في اسكتلندا. يا عادل يا نهار اسوح، عيد الزهور في اسكتلندا؟ انا مال انا ومال كارتي ومال اسكتلندا؟ انا مال ومال اسكتلندا ايه يا عادل؟ يا عادل ايه يا عادل، مش بنشطر بعض الافراح الدوليه؟ شاطري شاطري. طب خلصي التليفون بسرعه عشان عايز اكلم المعلم مسخوط، لان زمانه دلوقتي هيركب القطر. يا بنتي لا مالكيش دعوه، محدش عايز التليفون. كملي كملي، بقول لك اصلا. طب رانيا كان في كارت كنت انا مخبيه هنا، كان موجود فوق التلفزيون وبعدين حطيته هنا اهو، معرفش رجعته تاني بقى على التلفزيون. الكارت ب 10 جنيه مامتك خدته يا عادل. ماما خدته من على ايه يا حبيبتي؟ لا طبعا عمري ما فصل عند الخياطه دي. ماما كان في كارت من ابو 10 فوق التلفزيون، انت خدتيه؟ خدته بس خلصته. يا خبر ابيض يا ماما، طب اعمل ايه دلوقتي؟ انا كان عندي مكالمه مهمه جدا كنت عايز اعملها. بتستخسر في امك حته كارت؟ ده انا اللي ولدتك وربيتك وغيرت لك كوافيلك. يا دي الكوافيل اللي غيرتها لي يا ماما؟ ما كل الامهات غيروا للعيال يعني كوافيلهم قبل ما يخترعوا البامبرز، حاجه عاديه يعني. يا ماما اعمل ايه؟ طب بقول لك ايه، اديني الموبايل بتاعك اعمل منه مكالمه مهمه جدا. منين يا حبيبي؟ ده انا حتى ما معيش ارن على حد. يا نهار، طب اعمل ايه؟ اتكلم منين دلوقتي؟ اتكلم في التليفون الارضي. صدقي فكره، زمان رانيا خلصت. ايوه يا ام ميرفت، يا اختي مش تحكي لي الواد عمل ايه امبارح في المسلسل؟ ايوه يا صبره. ايوه بصي اهو انا معاكي. ايوه حافظه على الفصل من اوله، معلش. ايوه ايوه اهو، اكتبي بقى معايا. ايوه قصه حياه. ايوه سيجموند فرويد. يلا يا صبري. قصه حياته وقصه حياته، حرام عليكي يا سناء. سناء انت بقالك ساعه عماله بتقولي خمس دقايق خمس دقايق. معلش يا عادل، خمس دقايق بس، خمس دقايق. حرام عليكي، المعلم مسخوط زمانه دلوقتي وصل العياط بيعيط هناك. ايوه يا صبره. يا صبر ايوب. ايوه خليكي معايا بقى. بصي هنقلب ورا حوالي 40 صفحه بس. ايوه نبذه تاريخيه عن ايوه عن كل الشخصيات التي عاصرته. عاصرته ايه؟ ده انا اللي اتعصرت قدامك يا سناء. لا 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 امبوسيبل، مش معقول اللي بتقوليه. لا لا احكي لي احكي لي عشان خاطري من فضلك. لا مش معقوله كل ده حصل. لا 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 عندي وقت كتير اسمعك حبيبتي. لا قولي بس، قولي لي بالتفاصيل المملاتوس خالص. اوكي طب احكي بقى اللي انا قلتيهولي ده دلوقتي، احكي لنا جلاء كله بتفاصيل مملاتوس. ها اهي معاكي. ايه يا جماعه بطلوا حكايات الف ليله وليله دي، زمان المعلم دلوقتي يا ستي موجود في المنيا. وصل المنيا، وصل المنيا بسرعه. ايوه يا طنط ليلى. لا 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 لا، انت الحكايه دي حكيتيها لي امبارح، حتى بالاماره قعدنا نتكلم مع بعض ساعتين. بصي ساعتين ايه؟ قاعدين بتتكلموا في ساعتين، وانا عايز خمس دقايق. خمس دقايق ابوس ايديكوا، خمس دقايق. لا يا ام مرفت انا زعلانه منك، ازاي تكروتيني في المسلسل بتاع امبارح؟ لا 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 لا، ما قلتليش ان المعلم عاشور اتجوز على مراته فوزيه. المعلم عاشور اتجوز على مراته، والمعلم مسخوط زمانه بيشرب عصير قصب في اسيوط. يا بنتي ما
بقول لك انا معايا الدليل والبرهان دلوقتي، المرجع اللي قدامي ده عن الموضه الفرنسويه في عصر لويس التاسع عشر في القرن التاسع عشر. يا سلام، هو عشان لويس التاسع عشر يبقى القرن التاسع عشر اي كلام وخلاص؟ بقول لك ايه، مستعجل مستعجل. يوه، ما تركزي معايا بقى يا صابرين. بقوا اتنين، مش كانت صابره بقوا مصابرين. الفصل ال 13 والفصل الاخير هيجي امتى بقى؟ مش بيتكلم في التليفون. الحق بقى اكلم المعلم مسخوط. يا نهار ابيض، حد يفتح يا جماعه، يا اخوانا حد يفتح. يوه، ايوه ايوه ايوه، حاضر 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 حاضر. صباح الخير. صباح النوي تحت امير. انا بقالي 10 دقايق واقف على الباب. ايوه، انا عايز ايه حضرتك؟ معايا فاتوره التليفون. فطيت التليفون. طيب، متشكرين قوي يا سيدي. شكرا. العفو. ايه؟ 3700 جنيه؟ 3700 جنيه حرام عليكم، حرام عليكم، انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ ايه؟ حرام عليكم، 3700 جنيه فاتورة التليفون. معلش يا عادل، اهدى اهدى، تملك اعصابك يا حبيبي، والحق بقى اكلم عم مسخوطه ده قبل ما يوصل اسوان. مسخوط مين؟ مسخوط مين؟ ما خلاص باظت اساسا الصفقه، انا كنت هكسب فيها 2000 جنيه وفاتوره التليفون 3700 جنيه، خلاص بعد كده مفيش تليفون. تلات تلاف وسبعمية جنيه فاتورة التليفون ليه؟ طب وفيها ايه يا دول؟ انت دايما كده هون بتكبر المواضيع يا عم، وبتعمل من الحبة كبة. كبة كبة تاخدك يا اخي. يا اخي انت بتتكلم في ايه وانا بتكلم في ايه؟ مش كفاية الفاتورة المهببة اللي جاية لي دي؟ انا مش عارف اعمل ايه، والله ما عارف اعمل لهم ايه. ومش كفاية استاذ اللي عامل لي فالح، الراجل اللي احنا بعتناه لأقصر بدل ما نوديه سقارة. طب وفيها ايه يا دولا؟ يعني ما الاثنين فيهم اثارات يا دولا. انت جبت التايهه فعلا، الاثنين فيهم اثارات، بس واحده بقى في الشمال وواحده في الجنوب. طب وده ذنب انا بقى اللي اخلي بقى واحده في الشمال وواحده في الجنوب يا دولا بتيجي تلومني؟ لا، ذنب انا يا استاذ، ذنب انا ان انا استعنت بيك ووظفتك عندي وخربت بيتي يا رمزي. يا استاذ عادل، انتوا مش هتشربوا حاجه بقى ولا ايه؟ عايزين ثلاثه كوكتيل يا حته. ايه ثلاثه كوكتيل دي؟ ليه ثلاثه؟ ما احنا اتنين بس يا دولا، يمكن في ضيف يجي ولا حاجه. ضيف ايه واحنا قاعدين في الصالون؟ ياض، مش كفايه فاتوره التليفون ام 3700 جنيه؟ يا نهار اسود، 3700 جنيه فاتوره التليفون؟ طب ده القهوه اللي اسمها قهوه والتليفون بتاعه تجاري ما بنتكلمش ب 1000 جنيه، ودول بتتكلم بهم لوحدك يا استاذ عادل؟ لا يا سيدي، مش لوحدي، معايا في البيت ست ستات، كل واحده فيهم بتمسك التليفون بالنهار وبالليل، لدرجه ان انا ما برجع بالليل بلاقي التليفون بينهج يا عيني. هم الستات دول برضه رغيين بوعد، دول ست ستات. يعني اقول لك إيه؟ انت بتتكلم على ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ بتتكلم على اهل بيتي؟ انت بتستهبل يالا ولا ايه؟ انت بتتدخل في الامور الشخصيه ليه؟ حق عليا انا غلطان، مع اني كنت هحلها لك واريحك من الفاتوره الجايه خالص. تريحني من الفاتوره؟ ولا رمزي، قوم يلا. نعم. قوم اتفضل يا حته، اتفضل اتفضل. قوم يلا قوم. ما هو دول يا حته. تشرب ايه؟ مش هشرب من القهوه هنا عشان المشاريب هنا كلها مضروبه والشاي بتاعها كارف. هات من القهوه اللي جنبينا. ولا رمزي بسرعه، اتنين شاي من القهوه اللي جنبينا بسرعه. عينيا يا دول هوا. قول لي بقى ايه الحل يا حته؟ تعمل يا باشا زي المعلم بتاع القهوه، تعمل كوين للمكالمات التليفونيه. كوين؟ اما حته؟ ايوه. لا، حتة فكرة يعني فظيعة 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 والله. وعندك اتنين شاي وواحد كوكتيل كبير ليا من القهوة اللي جنبينا عشان شاي القهوة دي كارف. هلا يا رمزي. نعم. ده ايه اللي أخرك في المطالب يلا؟ أكوين أكوين التازة أكوين التازة. ايه عادي السخافه دي؟ يعني ايه ما فيه تليفون في البيت بكوين؟ انت فاكرنا قاعدين في قهوه هنا ولا ايه؟ ايوه قاعدين في قهوه، وروح هاتي لي ثلاثه شاي يجري يلا. يا عم بقى بس بقى، قصدي معلش بقى، ممكن اعمل مكالمه صغيره قد كده؟ مكالمه صغيره؟ وانت عمرك عملت مكالمه صغيره؟ اكيد في المكالمه دي هتتكلمي مثلا على ابن فرويد فياخد لك اربع خمس ساعات. انا بدي لكل واحده فيكوا خمسه كوين كل اسبوع، وديتيهم فين؟ سناء سناء، انا عندي اتنين كوين، انا ممكن ابيعهم لك بس بفلوس كتير قوي. شغل السوق السوداء ابتدى بقى. انا الكوينات بتاعتي خلصت وعايز اعمل مكالمه ضروريه جدا عشان اعرف الحلقه الثانيه في التليفون. يا ماما، ده انت بتحبي قوي الاذاعه السمعيه، ما تسمعي الاذاعه يا ماما، ما تتفرجيش على التلفزيون كده. عايز تحرم امك من متع الحياه السمعيه والبصريه؟ مش احسن ما تحرمون انا من متع الدنيا كلها فاتوره التليفون ب 3700 جنيه؟ حرام عليكم.
انا بقى مش محتاجه لان انا عندي كوينز كتيره جدا جدا، واصلا انا دلوقتي اتكلم براحتي. طبعا مدي لمراتك كوينات اكتر من الكوينات اللي انت مديها لنا. لا طبعا يا حبيبتي، انا عندي قدره خاصه للادخار المستقبلي، وبعد كده كمان ياسمين ادت لي كل الكوينز بتاعتها عشان هي اصلا مش محتاجه تتكلم في التليفون. شفت الاولاد بيعملوا ايه مع اهاليهم؟ مش انت خساره تربيتي فيك. طب يا بنت، انت يا بنت ما تديني انا كوين كمان علشان يمكن ابيع واكسب فيه. اه لا، ده احنا دخلنا على البيزنس بقى. كوين الطازه، كوين الفريش، كوين الفريش اللي عايز يعمل مكالمة، كوين. شيل حمار يا حمار. دولة ده جمل يا دولة. أنا بقول عليك أنت يا حمار. ماشي بقى دولة بقى. أنت إيه اللي أخرك يالا؟ أنا مش بعتك بقى لي ساعة مع الواد بتاع الدش؟ أيوة دولة، ما إحنا وإحنا واقفين فوق السطح كده وبنعدل الطبق على الأوروبي، ناحية الأوروبي زي ما أنت قلت لي يا دولة، لقيت بقى الواد كده رجله اتزحلقت وقع في خزان المية الكبير يا دولة، وقعدت ساعة، ساعة مش عارف أطلعه. ساعة مستني عند الحنفية تحت إنه ينزل مع المية، مش كده؟ صح يا دولة صح. إيه ده أنت مش عرفك يا دولة؟ بس تقريبا يا دولة الناس اللي فوقينا فتحوا الحنفية قبلي فنزل بقى عندهم هم. يخرب بيتك، هم نزلوا لعندهم هم. يا دي اهبل، يا دي اهبل، في حد بينزل من الحنفيات؟ انا مش عارف اعمل معاه. عارف يالا رمزي، ربنا بيدي كل بني ادم بالتساوي، الناس كلها بتاخد زي بعض، بس انت طماع يالا. ايه ده دولا؟ انا طماع؟ طبعا طمعت في الغباوه خدتها لوحدك. طب ليه بقى كده دولا بقى؟ لا انت مش بتقول لي اي حاجه انا بعملها. بتعمل ايه؟ انا مش امبارح قايل لك روح حط لي ميه في العربيه وحطيتها ولا لا؟ حطيتها لي في الجيركن على الكنبه اللي ورا. امال يعني احطها فين يا دولا؟ حطها في شنطه العربيه من ورا. اهبل يا اهبل يا اهبل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك ممكن استعمل التليفون؟ طبعا، اديها بنص جنيه واتكلم براحتك. ليه اتكلم براحتك؟ اديها انت بتاجر التليفون يالا وانا مش موجود ولا ايه؟ عشان نكسب. نكسب انت مالك انت ومال المكسب؟ معلش اصل الموبايل بتاعي وقع وعايز اعمل مكالمه مهمه. معلش، التليفون بتاعنا ده حضرتك ما بيطلبش موبايلات. خلاص هتكلم ارضي. ما هو ده ما بيطلبش ارضي، بيطلب ارضي بس مش محافظات. خلاص هتكلم محل. دولا يعني ايه محل يا دولا؟ يعني المحل ده بتاعه ولا ايه؟ انت بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم ليه؟ مش كفايه اللي انت عامله؟ بس خلاص نو. محل سكر طيب. نو بص، التليفون ده ما بيطلبش غير في الشارع اللي احنا فيه ده بس. ما هو انا ساكن في الشارع ده برضه. ساكن في الشارع ده؟ ساكن في ايه؟ العماره اللي جنبيكوا على طول دي. انت بتستهبل يالا، يعني ساكن في العماره اللي جنبينا وعايز تكلمهم من هنا؟ ما تطلع لهم يالا، انت مش ابن حمدي؟ ايوه. اطلع لهم ياض، استهبل. وانت على الله على الله الاقيك ان انت اجرت التليفون ده ولا خليت حد يتكلم فيه، فاهم ولا لا؟ عشان نكسب يا دولا. انت مالك ومن المكسب؟ اوعى حد يمد ايده على التليفون. خلاص يا دولا حاضر، محدش هيمد ايده خالص غيري. على الله رمزي، لو لقيتك بس ماسك السماعه هتبقى نهايتك معايا يا رمزي. انا بقول لك اهو. حاضر يا دولا حاضر. ها ها سهبل. ايوه كده، الاحساس الواحد ان هو مسيطر على فاتورة تليفونه بتديله قوة وخشونة ورعونة ورجولة. ايوه كده، محدش يقدر يتحكم فيا ولا في تليفوناتي، عامل كأني بحلم مثلا. الله يا دولا. دولا بمناسبة الحلم يا دولا، انا مش حلمت امبارح ان انا وانا ماشي في الشارع كده هون دوست على ازازة مكسورة فرجلي اتفتحت وتعورت. عشان ماشي حافي يا اهبل، قلتلك ما تنامش غير بالجزمة، انت ما تنامش غير بالجزمة. الله يا دولا الله، صح وربنا يا دولا صح. ايه ده مفسر احلام يا دولا؟ يا ابني انا كانوا بيجيبوا لي الجرايد فيها تفسير الاحلام اقعد افسرها بقى. الله. طب يا دولا انا في كده هون يعني حلم حلمته يعني من شهرين ومحدش عارف يفسره لي خالص. قول قول يا سيدي قول. حلمت يا دولا اللهم اجعله خير ان انا نايم كده هون ولابس بني في بني وماشي في حته كبيره قوي فيها زرع اخضر فاخضر. لابس بني في بني وماشي اخضر فاخضر، ده سلاوي. ايه دولا كده؟ تبقى طور اللافر سيمو. لا ده كده حمار. بقول لك طور. ها حدش هينفعنا النهارده ولا ايه؟ هاش عايز كوين يتكلم في تليفون؟ خلاص بقى يا عادل خلاص، الامتحانات خلصت. وانا كمان يا ابي خلصت كل حكايتي. وانا شخصيا بروح لام ميرفت تحكي لي المسلسل. انت غريبه صراحه يا ماما، ما عندك التلفزيون تتفرجي على المسلسل براحتك، لازم تطلعي لام ميرفت تحكيه لك. لا اصل ام ميرفت بقى بتضيف على المسلسل من عندها، فالمسلسل بيطلع ايه جميل جدا. يا سلام ام ميرفت عكاشه، طب ما تكتب لنا الجزء 16 من ليالي الحلميه. رانيا عايزه كوين؟
أفر يا روحي أفر، لأنه أصلا أنا دلوقتي عقلي مشغول بحاجات أهم بكتير، حاجات كده خيالية، وبقى التليفون بالنسبة لي شيء عابر. مظبوط أنا كمان ما بقتش أقدر أطيق أشوف هذا التليفون، أنا بقيت أشوف الأصحاب بتوعي في النادي عشان بقى يجيب لي صداعات. يجيب لك صداعات. طيب أيوة ثانية واحدة. أيوة يا عم أيوة. مين؟ صباح الخير. صباح النور يا سيدي. نعم تحت أميك. انا بقالي يبع ساعة واقف على الباب. يبع ساعة ماشي، عايز ايه حضرتك؟ دي فاتورة التليفون. فاتورة التليفون؟ طب يا سيدي متشكرين، انا هدفعها بعدين. متشكرين قوي. اشكرك. العفو يا سيدي العفو، مع السلامة. ولا محتاج ان انا افتح الفاتورة اصلا، لان انا عادد الكوين وكله تمام. بيقول لي فاتورة التليفون 5000 جنيه. 5000 جنيه؟ ايه انتوا بتستهبلوا؟ بتتكلموا في التليفون ب5000 جنيه؟ الكوين ملوش علاقه بالرقم ده. وروني انا هعد الكوين. انت عملتوا ايه؟ محدش يبص على ما افتح. كازوس مفيش ولا كوين واحد، كله كازوس. حرام عليكم، كله كازوس. ايه بتتكلموا ايه؟ متكلمين بكام صندوق لغايه دلوقتي؟ اهدى دولة. معلش يا دولة، والله العظيم انا قلبي عليك يا دولة، انا مش عايزك يا عم لا تروح في الكازوزة. ما تجيبليش سيرة الكازوزة دي، كفاية غطياني الكازوزة والبيت اللي اتملى كازوزة. يا دولة، طب وهنعمل ايه في الهباب اللي احنا فيه دلوقتي؟ اللي احنا فيه ايه؟ انت مالك انت؟ انا والله ما عارف اعمل ايه يا رمزي، انا مش عارف اعمل ايه، في اكتر من ان انا جبت قفل للتليفون وطفشوه. ايه ده؟ طفشوا القفل؟ ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي يا دولة؟ لسه ما رجعش. انا غلطان، انا بتكلم مع قفل زيك. يا دولة والله انا بهزر يا عم والله. اكيد رجع طبعا. هو ايه اللي رجع يالا؟ ولا بص، انا مش ناقص غباوتك. مفيش بقى غير الحل اللي انا عملته، عملت لهم باسورد للتليفون. يا خبر ابيض. طب افرض دلوقتي بقى طفشوا الباسبورد ده زي ما طفشوا القفل قبل. باسبورد ايه اللي طف؟ ولا اطلع بره. ايه دولة بقى، احنا في القهوه يا عم مش في البازار، كل شويه هتطردني. احنا في القهوه صح، هطلع انا بره. ماشي. اطلع بره. انت ايه، بتبرطم ولا ايه؟ لا ما برطمش. بتبرطم؟ لا باسبورد. ماشي. تشيتا بيبي. اتشي ايه ده، عمري ما شفت ودن احلى من كده. بسبوسه. بقول لك يا بيبي، مش معقوله يا بيبي كده ما ترضاش تديني الباسورد بتاع التليفون، عشان كده انا اساسا مراتك حبيبتك نسنوستك فزوتك، لما تحب تطمن عليك لاني بقلق عليك وقلبي بياكلني جدا ابقى اعرف اكلمك. رانيا لو سمحت يا رانيا، ما تاخديش الاسلوب ده عشان تقنعيني ان انا اديك الباسورد ده، لان ممكن اضعف وانت عارفه ان ممكن اضعف، بس مش هديك الباسورد. يعني ايه؟ ده اقل حقوقي كامراه ان اعمل اللي انا عايزاه. ايه يا قلبة الشخصيه المفاجاه دي، بعد ما كنت مره واحده تقلبي ليه كده يا ماما؟ عادي، ده اقل حقوقي كمرأة ان انا اتكلم بالتليفون بحريه وطلاقه. طلاقه ايه؟ وانت تتكلمي لغات في التليفون ولا ايه؟ بقول لك يا عادل، انا عايزه باسورد. بص يا رانيا، مفيش باسورد ولا اي حاجه من دي، كل الناس اللي موجودين في البيت محدش فيهم هيتكلم في التليفون من غير الباسورد، وانا نفسي مش هتكلم في التليفون خالص. ثلاثة واحد زيرو زيرو. لا، 3101. 3001. انهار ابيض، نسيت الباسورد. 3331. اكيد معايا ورقة فيها الباسورد. الو، ازيك يا مي؟ عاملة ايه؟ بقالي 4 ايام بسأل عليك، مامتك بتقول ما انتيش موجود. ياسمين، عايزك. نعم. ياسمين، انت معاك الباسورد ده ولا ايه؟ طب لو سمحتي بعد ما تخلصي يعني مكالمة مع مي صاحبتك تعملي الباسورد. ها؟ ماشي. طب باي دلوقتي يا مي، عشان بابايا عايز التليفون وكده، هبقى اكلمك تاني. باي.
ماشي يلا قولي لي بقى الباسورد. ها مش هقول لك. مش هتقولي لي ليه؟ عشان انت لما كان معاك الباسورد كنت مش بترضى تقوله لي. معلش هبقى اقوله لك بعد كده. قولي لي بقى الباسورد يلا. مش هقول لك. طب انت جبتي الزفت الباسورد ده منين؟ من طنط سناء. طنط سناء؟ يعني طنط سناء هي اللي اديتهولي. ايوه. وسناء انت جبت الباسورد ده منين يا سناء؟ من ماما. وانت يا ماما جبت الباسورد منين؟ مجيده. وانت يا حماتي جبت الباسورد منين؟ من نجلة. وانت يا نجلة جبتيه منين؟ من رانيا. رانيا جبت الباسورد منين؟ منك يا حياتي. من انا ازاي يا حبيبي؟ ما هو انت طول الليل بتنام وبتحلم بقى وتقعد تهلوس الباسورد رقمها كذا الباسورد رقمها كذا وانت حافظتها. يا نهار ابيض، يعني انا حافظ الباسورد وانا نايم ونسيها وانا صاحي؟ انا يعني مش هبصوا اقول لكم مفيش تليفون ليه بس؟ خلاص مفيش تليفون في الدنيا. بس خلاص بس 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 بس. الو. ايوه يا معلم مسخوط، معلش نسيناك من اول الحلقه. وصلت الاقصر؟ بقالك 6 اشهر في الاقصر. طب بص، البضاعه اللي معاك احسن حل ليها تفتح بازار وتبيعها فيه، او كمل على اسوان بقى. يلا سلام سلام. وانت جبت الباسورد منين؟ منك يا حبيبي. وانت جبتي منين؟ من ماما. شباب احسن احسن، يلا بسرعه رجاله عشان الحق اشتري الاوضه الجديده. يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه. لا لا استنى، راح فين بالاباجوره دي؟ الاوضه مش مشتملاتها ولا ايه؟ لا مشتملات ايه من غير الاباجوره. اتفضل اتفضل، مع الف سلامه رجاله مع الف سلامه. انا مش عارفه ايه اللي طلع في دماغكم تغيروا اوضه النوم، مع ان اوضه النوم بتاعتكم كويسه وبنت حلال، ولا هي بعزقت فلوس وخلاص؟ يا حماتي يا حبيبتي، المولل بتتزقزق ومش عارفين ننام، وده على فكره خطر جدا، ممكن يسبب انعكاسات غضروفيه في الديسك المركزي. الديسك المركزي للمحاسبات. بصي يا ماما، فعلا السرير بتاعنا بقى متعب جدا لدرجه الواحد اما بيقوم من النوم بيبقى محتاج ان هو يستريح شويه. يا سلوم، للدرجات دي يعني؟ واكتر للدرجات. عشان كده بقى احنا قررنا ان احنا نغير الاوضه لسبب بسيط. انا عارفه، اما كنت بروح الشغل مخصوص عشان ارتاح من السرير. طب ويا ترى بقى الستايل بتاع الاوضه النوم الجديده دي ايه؟ الستايل ده بقى احنا عاملينه مفاجاه. مفاجاه؟ مفاجاه ايه؟ انا لازم اعرف، ولا انت هتخبي على امك؟ لا يا ماما، من غير ما اخبي عليك ولا حاجه. احنا ان شاء الله بنفكر نجيب اوضه نوم ارو. ارو؟ وعشان القر والعين مش هنجيبها قر، وهنعملها حاجه تانيه. زين، نوينا نعملها زين. يا سلوم، بقى انتوا سايبيننا ننام على خشب ابيض وانتوا رايحين تجيبوا اوضه زين؟ وعشان الزن احنا قررنا نعملها مفاجاه. طب ايه رايكم ما تعملوها بلوط؟ لا بلوط ايه يا ماما؟ خشب البلوط ده على فكره بتاع المراكب، واحنا هنغرق في السرير ولا ايه؟ يا سلام يا حماتي، دي فكره هايله، هو بالمره ننام واحنا لابسين فلوترز. ايه فلوترز ده؟ لا بقول لك ايه، انا مراتي ما تلبسش فلوترز ده. فلوترز فلوترز يعني عواماتي عادل. لا اسف، انا راجل حمش، ممنوع مراتي تلبس مايوه. حلو قوي كده، فلوس الاوضه اللي احنا بعناها على الفلوس اللي انا محوشها يبقوا 10000 جنيه. بس تعرف يا عادل، بجد انا مبسوطه، الحمد لله الحمد لله ان احنا ما جبناش الاوضه خشب حبيبي. لا حبيبي ايه يا ماما، انا مش عبيط اجيب حبيبي عشان يطلع لنا حبوب؟ لا طبعا. ايه عادل اللي انت بتقوله ده؟ ايوه طبعا. بصي انا في حاجتين بفهم فيهم اكتر حاجه، يعني اللي هم التماثيل طبعا والخشب. طب بصي عادل، ايه رايك ان انت تعمل في الخشب وتعمل تماثيل خشب؟ اعمل تماثيل خشب؟ صدقي والله ممكن دي تبقى فكره تستحق الدراسه. اقول لك انا ليه، لان الخشب دايما قيم كده، ولو اتعمل تماثيل خشب اتحطت في البيوت فهتدي نوع من انواع الاناقه والبعد الفني. ايوه يعني بعيدا عن الصوابع والايدين والحاجات دي كلها، انا مقتنع بفكره ان التمثال يبقى خشب. ابسط حاجه، لو رمزي وقع التمثال على الارض ما يتكسرش. صباح الفل يا معلم موسكي. صباحك مغري يا استاذ عادل. ايه صباحك مغري دي؟ ليه كده بس تلزقني في الحيطه يعني من اولها؟
بس دي لغه قرنا يعني. يا سلام، طب ما انا كاري كار البازارات، يعني انفع اخش عليك واقول لك صباحك مبزر يعني؟ انا عن نفسي يا دوله هقول له صباحك مفرع. انت بالذات تقول له صباحك مكسر بأمر التمثيل اللي انت بتكسرها دي. امرني يا استاذ عادل. انا صراحه يعني كنت جيت لك الاسبوع اللي فات وشفت اوضه النوم اللي هنا، كنت عايزها يعني. انا عينيا ليك، هعمل لك اختها. لا اختها ايه، انا عايزها هي يعني، عدم المؤاخذه. يا دوله بس شوفها يا عم، وبعدين مساله القبول دي يعني بتاعت ربنا يا دوله. انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ ما تنطقش انت خالص. انا القدر اللي بتتكلم عليها دي، واحد اتقدم ودفع مهرها. دفع مهرها ايه؟ طب ما مهرها معايا انا هو دلوقتي يا معلم موسكي يعني. احنا كنا اتفقنا على كام؟ اتفقنا على 10,000 جنيه. انا قلت 10,000 جنيه؟ قلت 10,000 جنيه، مش قال لي 10,000 جنيه؟ يا دولة هو بصراحة هنقول اللي لينا واللي عليكم يعني. بص حضرتك قلت ب 10,000 جنيه بأمارة المنشار لما كان هنا اهو. يا غبي يا غبي، ما هو نجار وعنده ورشة لازم يبقى فيها منشار يا غبي. اسكت انت اسكت انت. كان امتى الكلام ده؟ الكلام ده كان من اسبوع كده يعني، حتى بالأمارة كان الحتة دي كان فيها مسامير جنب المنشار اللي قال عليه الواد الغبي ده، والعلبة دي بتاعت المسامير ما كانتش هنا. ايوه افتكرت دلوقتي افتكرت. الحمد لله ان انت افتكرت. ايوه بس الكلام ده كان من اسبوع. شفت بقى يا دولة؟ الحمد لله الحمد لله. اتفضل يا سيدي، ده جزء من العربون 5,000 جنيه، وال 5,000 التانيين هديهم لك عند الاستلام. 10,000؟ 10,000 ده ايه؟ ايه 10,000؟ امال بقت بكام دلوقتي؟ الاوضه تمنها دلوقتي 12,000. 12,000؟ معقوله اسبوع واحد تزود فيها 2,000 جنيه؟ ايه الكلام ده؟ ايه ده ايه ده؟ لا يا عم سيبني انا بقى اتصرف معاه. تعالى يا دولة كده اهو. هتعرف تفاصل؟ امال ايه يا عم. بص اسمع بقى يا معلم موسكي. اسمي موسكي. موسكي اديك قلت اهون، يعني اسمك موسكي، يعني ينفع الاسبوع اللي فات نقول لك يا موسكي والاسبوع ده نقول لك يا ويسكي؟ كده رمزي كمل كمل. ها انا هستوضح لك اكتر واكتر. بص يا عم، يعني احنا لو كنا جينا لحضرتك الاسبوع اللي فات مش كنا هناخد الاوضه بسعر الاسبوع اللي فات؟ مش عارف اقول لك ايه. يخرب بيتك يا رمزي، غلبته يلا غلبته. يلا بقى بينا دلوقتي يا دوله نعدي عليه الاسبوع اللي فات علشان ناخدها بسعر الاسبوع اللي فات. يخرب بيتك يخرب بيتك. ولا إيه؟ مش عايز اشوف قلقتك تاني، امشي يلا. عادل عادل، مش ممكن الأوضة فجأة كده تغلى 2,000 جنيه بحالهم. أعمل إيه طيب؟ أعمل إيه أنا يا رانيا؟ ما أنت على يدك وكل شوية بتزيد كل شوية بتزيد. وبعدين ما تقلقيش، أنا مش وعدتك خلاص هنفذ. خوفي من وعودك يا عادل. إيه إيه؟ عمري وعدتك بحاجة وعملتها؟ بصراحة عمرك ما عملتها. طب خلاص، خايفة من إيه؟ عادل مش ممكن الواحد يفضل نايم على الأرض كده يا عادل لحد ما الأوضة تيجي. بصي رانيا يا حبيبتي، انا عايزك تبصي لنص الاوضه الفاضي مش المليان، يعني مثلا تحمدي ربنا يعني ان احنا عندنا الحمد لله مرتبه وعندنا اباجورات. وبعدين على فكره النوم على الارض ليه فوائد كتيره جدا. كفايه ميه. يو مش كفايه، هما كاتبين هنا 4 كوبايات ماء. 4 جبتيها منين؟ مكتوب 2 كوب ماء يا حبيبتي. لا اهو انت مش بتعرفي تاني، مكتوب ببوبه عينك دي. تعالي بصي، 4 كوبايات ماء. يا حول الله يا رب، قلبت الصفحه ليه؟ اهي كيكه البلح، كيكه البلح 2 كوب ماء. ومين قالك ان انا بعمل الكيكه بتاعت البلح؟ انا بعمل تارت فريز، كيكه الفراوله. لا لا لا، لو شرط اخر نور احنا متفقين على كيكه البلح. جامي. لا انا هعمل كيكه الفراوله. بلح. لا فراوله. بلح. بقول لك ايه، هي سناء عملتي كيكه اللارنج؟ لارنج؟ من جاب سيره اللارنج يا ماما؟ احنا دلوقتي مستغرقين في كيكه البلح. نو احنا دلوقتي مستغرقين ان احنا نعمل الكيكه بتاعت الفريز. بلح. لا بقى انا قلت فراوله. بلح يا ماما. ايه واضح ان كنتوا مش عارفين تعملوا كيكه اللارنج، انا هعملها بايديا من فضلكم بقى. فرحه مامي بيا، حضراتكم معاكم فلوس تعملوا 3 كيكات وسايبين الغلبان عادل بيشحط فلوس الاوضه بتاعته، حرام عليكم. يا سلام يا سلام يا شيخه الكسفي، يعني تنامي انت وجوزك على السرير وتزقزقوا كده واحنا ما ناكلش بلح؟
يا شيخ حرام عليكي، يبقى اخوكي عادل مزنوق، بدل ما تديله فلوس يفك زنقته وقفلي تعملي لي في كيكه البلح. شفتي بنتك يا طن؟ انا ما غلطتش. هو انت وجوزك تقعدي تفتحوا وتقفلوا في ضرف الجلاب الجديد واحنا ما ناكلش كيكه اللارنج؟ نو مفيش جليل بتاع اللي بتقوليها اللارنج دي، احنا هنعمل تارت الشوكولا. لا. ولا هو بس ان انتوا عايزين تصرفوا فلوس وخلاص؟ لا. خلاص يا جماعه، متشكرين جدا جدا. عموما البني ادم بيبان في زنقته ووقوفه جنب الاخر وكيفيه شعور الفرد الشمولي بالفرد واحساسه بيه. شموليه ايه يا مش شموليه؟ انت عايزينها تضحي عشان اوضه النوم بتاعتك؟ واحنا مالنا ومالك؟ ما تحملي مسؤوليه نفسك انت وجوزك. متشكره قوي. عموما انا الانسيال ده يعمل له كده يجي 500 جنيه، انا مش محتاجاه دلوقتي، ممكن اديه لعادل حبيب قلبي، هو هي دي دور الزوجه امام زوجها. وانا لو كان حيلتي غير السلسله دي كنت اديتها لكم، السلسله دي تيجي ب 200 جنيه وده دور الام ناحيه ابنها. الله، كده يبقى فاضل 1300 جنيه على اوضه النوم. خد يا حبيبتي، والحلق ده يعني ممكن يجيب لك 100 جنيه، وده بقى وقفت حما مع جوز بنتها. 500 و200 و100 يبقى فاضل لك من ال 2000 حوالي 1200 جنيه. انا بقى دفتر التوفير بتاعي فيه بالظبط 1200 جنيه. الله عليكي يا سناء، الله عليكي، هي دي وقفة الاخت جنب اخيها. وقفت ايه يا موقفة؟ هو انت فاكره هسحب كل دفتر التوفير عشان ادفع لك انت اوضه النوم عشان ترمي على السرير كده بتزقزقي؟ كده الفلوس مش مكفيه، يبقى السلسله دي ملهاش لازمه عندكم. وانا بقى كده الفلوس مش مكفيه، يبقى الحلق ده ملوش لازمه عندكم. وكده بقى بتهيالي الفلوس مش هتكفي، يبقى الانسيال ده ملوش لازمه، وهو كان طالع مناني اصلا. يلا بقى عادل، هاتي من عندك. يلا هتعملوا كيكه ايه؟ ايوه جاي. رس على شيشه. اهلا اهلا، ازيك يا معلم تيتي؟ زي الصح، اخبارك ايه؟ اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا، منور، وحشتني والله يا معلم تيتي. انت اوحش حبيب قلبي. ايه اوحش ايه؟ انت فاكرني بهزر؟ والله يا معلم تيتي انت ما تعرفش غلاوتك عندي. طب قول له يلا يا رمزي انا بقول عليه ايه. لا دول انا ما بحبش انقل الكلام. يا دين الكلام ياد، حاجه كويسه اقول ياد يا رمزي انا بقول ايه على المعلم تيتي؟ دول بقى يا عم بيقول عليك انك معفن ورمه ودون. ايه؟ ولا انت بتقول نص الكلام؟ انا قلت معفن ورمه ودون وجدع. وانت اصيل ورمه وواطي وربما جدع. ربنا يخليك يا معلم تيتا، انا عارف ان انت بتحبني طبعا، يعني اهلا وسهلا. خش في الموضوع. حاضر هخش في الموضوع. هو صراحة يا معلم يعني انا اشتريت اوضة نوم جديدة، يعني مبروك على الارض. معلم تيتي ده دمه زي العسل، مش انا بقول لك كده؟ لا ما قلتلكش. طب دي زودها عندك. ها انا فعلا يا معلم تيتي نايم على الارض دلوقتي خالص. يعني يا دولا انت عمال تلف وتدور في الكلام، تلف وتدور في الكلام. يا دولا اسهل طريق للوصول للهدف الطريق المستطيل. ده على اساس اللي بيقول الكلام ده شبه منحرف. يعني بص يا معلم، انا هخش على الموضوع. انا محتاج منك يعني 2000 جنيه عشان اكمل تمن اوضه النوم، لاني صراحه يعني الظروف كانت صعبه وما قدرتش اكمل فلوس من عندي. يعني برغم انك مالكش امان والواحد ما اعتمدش عليك في حاجه، لكن نمن انا هطلع احسن منك. الله عليك يا معلم تيتي، هي دي الاصاله يا دوله، هي دي. بص اختار الطريق قبل الصديق. الكلام ده لو بصاحب سواق ميكروباص. ده المعلم تيتي. يلا ولا مالكش دعوه انت بالموضوع ده خالص. انت تعدي عليا بكره في المحل تشرب شاي وتاخد ال 2000 جنيه. طب ما يعني يا معلم نختصر الوقت، بدل ما اعدي عليك واقعد اشرب شاي، ما نشرب الشاي هنا وبكره اخد الفلوس واتكل على الله على طول. ماشي نشرب الشاي هنا. ماشي. ولا بدوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله. بيتك يعني بتكسر في البازار وجاي كمان في الورشه بتكسر، ما تهمد يلا اهمد. صباحك ممسمر يا معلم موسكي. انا احب السلام المدقدق ده. الحمد لله يا معلم موسكي، بقى احنا لقينا اخيرا اللي يسلفنا. يلا جاي بتفضحني. يلا يسلفنا ايه؟ مش بكبرك يا دوله. انت كده بتكبرني. اكبرني ازاي؟ هتصبغ لي شعر ابيض؟ حلو. ايوه يا جماعه جايين في ايه؟ عشان انا تعبان بصراحه. صراحه يعني يا معلم احنا جايين لك عشان موضوع الاوضه ومجهزين الفلوس اهي، وادي ال 12000 جنيه اهم. أنا قلت 12000؟ أنا بلساني ده قلت 12000؟ ما أنت بتتكلم بلسانك، أمال هتتكلم بإيه يعني؟ على فكرة دول أنا بتكلم ساعات معاك مش بلساني.
امال بتتكلم بايه يعني؟ يعني طول الفتره اللي فاتت دي بتخدعني؟ كنت بتتكلم بايه طول الوقت ده؟ بحرك بس بقي كده وبكر. يا عم خلصوا عشان خليكم معايا انا. انتوا جايين ليه؟ جايين عشان اوضه النوم وادي 12000 جنيه زي ما انت قلت لنا. الكلام ده انا قلته امتى؟ قلته اول امبارح. يعني من يومين. اسعار من يومين غير اسعار النهارده. يعني ايه؟ معقوله في يومين تكون الحاجات غليت يعني يا معلم موسكي؟ يابا الخشب غلي وكل حاجه بتغلى، الغيره غلي والغيره كمان غلي. عشان كده بقى ما قلتليش صباحك مغري. الخامات كلها عماله تغلى. دولا احنا لازما بقى نغلى احنا كمان بقى. نغلى احنا كمان ازاي يعني؟ زود لي مرتبي يا دولا، زود لي مرتبي. ولا اوعى اسمي ايدي ولا ايه؟ هتاخد مرتبك غصب عنك. المهم يعني يا معلم موسكي، الاوضه دلوقتي بكام؟ في اللحظه دي يعني 13000. 13000 جنيه؟ عد عد عشان ما توقعش الخشب. غبي. يا معلم اهلا وسهلا. بص اهو ال 13000 جنيه وادي ال 1000 زياده اللي عليهم اهو، بقوم كده 13. يعني كله كام؟ كله على بعضه كده اهو يبقوا 13000. يعني طلعت من بقي انا من لساني ده. ايوه طلعت من بقك انت. انت ليه يعني دايما حضرتك ما بتحتفظش بالكلام؟ الكلام بيطلع من بقك ويرجع تاني جوه بقك. سيب الكلام يطلع بره يتهوى ياخد نفسه شويه. ايوه ولا كلام يعني الليل مدهون بلاستيك؟ بلاستيك ايه اللي مدهون بالكلام؟ ولا انت اي هزه جاي فيها ما تنطقش خالص. دلوقتي يعني يا معلم موسكي عايز اعرف بقى الاوضه دي تمنها كام بقى دلوقتي؟ ايوه 13 ونص. 13 ونص؟ يا اخوانا مين هيسلفني تاني؟ اذا كنت انتوا ناويين يعني تغلوا كل شويه يعني البضاعه، يبقوا وفروا لنا حد يسلفنا يعني. يا جماعه الاسعار غلت. اتكلم انت قول. الازاز غالي والكملكه غلت والصنفاره غلت والدهان غلي والمقابض غلت والمسامير غلت والصواميل غلت. ماشي، كل الحاجات دي ايه علاقتها بان الاوضه تغلى؟ الله، بص جالك اللي هيسكتك. اسالهم بقى شويه اسئله من دول. سكتهم لا ده رمزي، خش بغبائك بقوه. هلا كده يبقوا 17 بالتمام والكمال. كده يبقى فاضل 500 جنيه حسب التوقيت المحلي للمعلم موسك النجار. على فكره بقى احنا وقعنا فريسه في ما بين فك الاسعار وارتفاعها الزائد الملحد. ايوه بس هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بابا عايزه ايه يا ياسمين؟ عايزه بقيت مصاريف المدرسه. ليه ليه ليه؟ ما انا مديكي امبارح ظرف فيه فلوس يا ياسمين. طيب يا ماما صح، بس مصاريف المدرسه زادت يعني. ايوه اكيد طبعا بقى، التباشير غلي والسبوره غليت والورق والفسحه، اكيد الفسحه غليت. ادفع بقى يا عادل لان العلم اهم بكتير قوي من الملل. يا سلام، العلم اهم من الملل. والله هنفضل طول عمرنا نستفيد من ارائك دي يا رانيا. اتفضلي يا ستي، هضطر بقى اخد من الفلوس بتاعت الاوضه. خد يا ياسمين ادفعي الفلوس بتاعت المدرسه. ايوه يا بابا بس دول كتير قوي. ما انت اكيد على ما تروحي بكره تدفعي الفلوس هتكون المصاريف زادت. اللي انا واصلني منك كام لغايه دلوقتي يا معلم تيتي؟ 3000 جنيه. طب ما ايه رايك بقى نخليهم 5000 جنيه عشان نخلص موضوع اوضه النوم ده؟ غالي والطلب غالي. ماشي، انا مش فاهم يعني إيه، انت وافقت ولا ما وافقتش؟ ما وافقتش طبعا، انا فلوسي مدورها في السوق، لان لو ركنتها ربما قيمتها تقل والحاجه غالي. شوف ازازه الزيت بكام. على رايك والله يا معلم تيتي كل حاجه غليت فعلا. وانت عشان تشتري اوضه النوم مش لازم تحوش، انت الفلوس اللي معاك تشتري بيها حاجه، تيجي تشتري اوضه النوم تبيعها قيمتها تغلى، ولا غلط؟ يا سلام، الله ينور عليك. والله لا، وانت عمرك تقول حاجه غلط يا معلم تيتي. صح الكلام ولا بدوي؟ ايوه جاي. نعم يا استاذ عادل. شوف لنا حساب الاربع شاي كام. اربع شاي 8 جنيه. 8 جنيه ليه؟ ما الكوبايه كانت بجنيه ونص. ما الانابيب غليت والسكر غلي والشاي غلي والميه السخنه كمان غليت. حتى الميه السخنه غليت. خلاص بعد كده ابقى اعمل لنا الشاي على ميه بارده بس تثبت الاسعار. اشتري ايه؟ اشتري ايه؟ ولا يا رمزي تفتكر ايه الحاجه اللي ممكن اشتريها وابيعها بعد فتره اكسب منها؟ بص يا دولا يا عم اسمع، انا كانت عندي دي الفكره دي بس مكسوف اقولها لك. قول قول. بص يا دولا، احنا بقى نشتري بالفلوس اللي انت محوشها كلها
اكبر كميه تلج ممكنه يا دوله. بقى نقوم مخزنينها نون في البازار شهر واحد بس، عقبال لما الصيف يجي نقوم بايعين بقى ونكسب، نبيع ونكسب، نبيع ونكسب. نبيع ونغرق، نبيع ونغرق. التلج ايه اللي هنحطه في المخزن؟ بس 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 يلا، انا غلطان ان انا بسالك، انا فاكرك بني ادم عادي يعني زينا. دول انا اسف يا دوله، في فكره تانية على فكره هقولها لك. مش عايز حاجه. لا فكره ده كده هنا دوله بقى. اخلص. بص بقى دوله، احنا نشتري بالفلوس اللي انت محوشها كلها اكبر بقى كميه جرايد بتاعه النهارده. شهر واحد هتقرا وتبقى في العلال. شهر واحد يعني نشتري جرايد النهارده ونبيعها بعد شهر. بس يلا بس يلا. ليه يا دوله؟ ده تكسب ذهب يا دوله. ذهب؟ تصدق انا فكره، هو الذهب، الوصول لاوضه النوم عن طريق الذهب. الله 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 الله، صوت الذهب برضو حاجه تانية خالص. اهو الذهب ده بقى مش هو اللي هيجيب لنا اوضه النوم وبس، لا ده هو ده بقى اللي هيجيب لنا عفش الشقه كله. الله يا عادل، يعجبني فيك فكرك الاقتصادي ونظرتك الاستبعاديه للامور. استبعدي ايدك من هنا. بتشك فيها يا بيبي؟ انا اشك في صوابع ايدي. وبعدين لعلمك يعني اللي اتلسع من اوضه النوم ينفخ في البتاع دي المرتبه. طب قولي بقى، امتى هنبيع الذهب ده ونشتري اوضه النوم الجديده؟ لا مش هنبيعه الا لما سعره يعلى يا ماما. استني. الو يا رمزي، ايه زاد جنيه ونص الجرام؟ زاد جنيه ونص متاكد؟ طب لا لا مش هبيع مش هبيع، اتقل على الرز. انت مالك انت مالك؟ مش هبيع. اقفل اقفل. يلا سلام سلام. طمني يا عادل. زاد جنيه ونص ده كويس قوي. كده بقى ان شاء الله هنجيب الاوضه واحنا مرتاحين يا ماما ان شاء الله. استني استني. ايه رمزي، ايه زاد نص جنيه كمان؟ معقوله؟ لا 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 مش هبيع مش هبيع. انت مالك يا غبي انت مالك؟ اقفل اقفل اقفل. يلا سلام. غلي تاني غلي تاني نص جنيه. بصي انا ممكن اغير لك الحمام كمان. الو ايه غالي تاني؟ حلو 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 كده بقى ممكن اغير لك المطبخ. مبروك يا عادل، مبروك عليا. الله يبارك فيكي. ايه 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 الو. الله 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 الله، وجن 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 وجن. قول لي بقى المره دي هتغير لي ايه؟ احتمال اغيرك انت شخصيا. سلام. اوعى اوعى اوعى. ايوه ايوه اه. صباح ارتفاع الاسعار يا معلم موسكي. يا وحشتني يا راجل. ما تشوفش وحش. ما شافك خلاص، هيشوف ايه اوحش من كده يعني. اخبار الاوضه ايه يا معلم؟ الاوضه دي فاكرها اللي وصلنا معاك بتمنها ل 17,000. اه بقت بكام؟ 25,000. دي رخصت قوي يا دولا، نشتريها بقى. ولا 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 انت بتتكلم ليه؟ بتتكلم ليه؟ انا ناقصك؟ انا ما يهمنيش يا معلم، 25 25 ان شاء الله حتى 40. انا عموما مش هشتغل معاك بان انا اديك فلوس وكده تمن الاوضه، لا انا هديك ذهب 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 ذهب. وانا موافق. لا يا دولا موافق يا دولا، احنا الاول يا عم نسال الاول على الذهب، يمكن يكون غالي تاني يا دولا يدفع هو الفرق يا ناصح. خرب بيتك يالا، ساعات بتقول حاجات صح يالا. عموما بص يا معلم، انت كلم اي حد تعرفه بتاع ذهب واساله لنا كده سعر الجرام كام. لا انا من رايي تتكلم انت. لا اتكلم انت. لا اتكلم انت، اصل مش هيرد عليا. لا 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 اتكلم انت اتكلم انت، اتاكد بنفسك. صح يالا؟ صح يا دولا. الو ايوه عم بشرى، لو سمحت قول لنا الذهب وصل بكام؟ كام؟ لا شكرا شكرا. ايه؟ قال لك ايه؟ نزل 40 جنيه. 40 جنيه؟ ايه الكلام ده؟ شفت؟ شفت ايه؟ شفت ايه؟ لا انا اكلم انا اي حد تبعي، معلش يعني هات 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 الموبايل، هات الموبايل. انا اكلم انا اي حد تبعي واتاكد انا من الاسعار. اه. الو؟ يا معلم تيتي. بقول لك ايه؟ اسعار الذهب ايه؟ ايه؟ نزل 60 جنيه؟ الله اخرب بيتك يا تيتي. دولا طب اكلم الواد حته. طيب ما تكلمش حد، ما حدش يكلم حد تاني، انا بقول لك اهو. السلام عليكم. ياه انا قلت 100 مرة
وانا ما بحبش اتفرج على الافلام الاجنبي. اقلب. لا مش حلب يا انتي، علشان اصلا الكالتشر الاجنبي ده كالتشر مثقف جدا، ثم ان انا بصراحه ما بلاقيش نفسي غير في الافلام الامريكاني. ما بتلاقيش نفسي غير في الافلام الامريكاني، وبتطلعي في اول فيلم ان شاء الله ولا في اخره. الحقونا يا جماعه، الحقونا، بطني بتوجعني جامد جدا، بطني بتوجعني. مالك يا حبيبي؟ ما انت كنت كويس. بطني بتوجعني جامد جدا يا اخوانا. يا زهر، مش هقدر اروح الشغل النهارده. بلاش تستعبط وتمثل. مش عايز تروح الشغل قول مش عايز اروح الشغل، وخليك واضح. اسكت يا سناء، انا مش طايقك. بيبي لا لا لا، ما ينفعش تسكت على نفسك ابدا، لازم نعمل لك كونسلتو طبي. كونسلتو لايه بس؟ ما انا عملت كشف نظاره والحمد لله صدري طلع كويس، مفيش اي حاجه. بص يا عادل، انا هحط لك مرهم ترينكولين. ده ايه، ماركه موتوسيكل ده ولا ايه يا ماما؟ لا ده ابوك الله يرحمه كان بيستعمله، اول ما تجيله الحل اللي زي دي يدهن نفسه ويكلفت نفسه بجرنان الاهرام ويخف على طول. يعني لو كلفت نفسي بالاخبار يعني مش هخف يعني؟ يا جماعه عايز دكتور. قوم يا عادل حينقطوني. قوم يا حبيبي، نخش نجيب دكتور. هكلم لك دكتوره في التليفون وتريح جوه. يلا عادل، عمال اكلم دكتور عبد العظيم عبد العليم، تليفونه مشغول ومحدش بيرده، مقفول. انا عايزه اطمن على حرارتك الاول. ها بعدين رمزي لما يجي هنبقى نقول له يروح لاي دكتور وخلاص. يا ابني جو التلامذه بتاع بنتك ده بتاع المدارس انت مش محتاج تعمله. عايز تاخد اجازه قول مش عايزه اروح الشغل وخلاص. ابعدي عني السعاده يا سناء، انا مش ناقصك، ابعدي. بعد اذنك يا حماتي. يا نهار ابيض، درجة حرارتك 60 درجة فهرنهايت يا خرابي. انا قربت اغلي ولا ايه؟ طب نلحق نحط عليك شوية ملح عشان وانت بتغلي ما تطلعش دلع. بس يا مسخة، ابعدي عني يا سناء. بس يا بت اسكتي، ما تبوظيش الطبخة، قصدي ما تبوظيش مزاجه. الله، بقولك يا ماما، ده بيستعبط بيستعبط وبيتدلع. ماشي يا سناء، ماشي، ليكي يوم يا سناء. دولا حبيبي. في ايه يا رانيا؟ طمنيني يا رانيا، انت ايه؟ مكالمتك دي وغوشتني على الاخر، خلتني اسيب البازار يضرب يشتم واجي جاري. ايه الهلاب اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك ايه، عادل عادل عيان كده، ده بيموت. الف سلام عليك. استنى، ده بيغلي جوه، بيغلي. الف سلام عليك. استنى، روح بسرعه دلوقتي هات لي الدكتور وما تتاخرش. يلا. حاضر. رانيا، طب وايه علاقه الدكتور بان دول عيان؟ ايه يا غبائك ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ بص انا هفهمك دلوقتي. دلوقتي يا رمزي، لما العربيه بتعطل بنجيب لها ايه؟ بنجيب لها ناس تزقها. اوه انت مش فاهم برضو، غبي. بقول لك ايه، طب بص لما الحنفيه بتنقط وبتعطل بنجيب لها ايه؟ بنجيب لها جلده. يوه خلاص يا رانيا، انا فهمت، بنغير القلب. قلبي ده انت اللي هتجيب لي القلب. بص انا هفهمك، بص بقى ركز كده بطريقه اكثر تمعنا وافهاما وتبسطا. بص بقى، لما التكييف بيبوظ بنعمل ايه؟ بنشغل المروحه. زفت وغبي انت. ايه يا ابني انت بني ادم انت؟ امال ايه يا رانيا؟ بني سويف. بني سويف. بص يا بتاع انت رمزي، خد 200 جنيه اهم، اتفضل بسرعه تروح تجيب لي الدكتور وما تعوقش عليا. اوكي بسرعه. حاضر. ولا حنكش واحد زبادي بالخلاط تاني. يلا. ايه ده انت عارف انت قلت ايه؟ ده باتنين جنيه. لا رمزي فلتكوا، ايه المشكله يعني؟ على فكره مشاريبك الكتير دي بدات تقلقني وتخليني انا احس ان انت بتفكر في حاجه. لا رمزي تصدق يا دي يا حنكش، انت طلعت سريع البدينه عن الواد حته. لا صاحبك الفم وهي طايشه. يا عم مفيش، انا دول ابن عمي حبيبي يعني عي كده هون شويه يعني، فرانيا ادتني 200 جنيه عشان اروح اجيب لها دكتور بسرعه. 200 جنيه للدكتور؟ الدكاتره دول ما بيفهموش حاجه يا ابني. امال اقعد. امال اروح لمين؟ دلني. حمدي الحلاق. ايه ده، اخو سيد كاريه؟ اخو سيد كاريه اللي هو عنده سوالف ده؟ ايوه، اخو اللي عنده سوالف ده، اللي بيحلق للخرفان. ايوه هو ده اللي حلق لك اخر حلقه. الله ينور عليك، هتقفشه العشرينية هيظبطك ويظبط عادل. صح يا دي حنكش، صح. وبكده هون يبقى وفرت حوالي 5.5 جنيه من ال 200 جنيه بتوع رانيا. بس كده يلا بقى، مشاريب القهوه دي كلها على حساب النهارده. اهلا وسهلا، اتفضل يا برنس، اتفضل. يا رانيا، انا احب اقدم لك الباشمهندس الدكتور حمدي قصه. باشمهندس يا دكتور؟ وبقصه؟ اكيد حضرتك هندسه وراثيه. تمام يا هاني، مظبوط، ما هي الدكتوره برضه فن ولعب وهندسه.
شكله هايل. اه انك لمتمكن يا رانيا. الدكتور ده يعني يحط ايده على الجرح يقصر. فين الزبون بقى؟ زبون؟ لا هو اصل يعني هو عملي، دكتور عملي يعني. العمل. طب لحظه واحده هشوفه لحضرتك. لحظه نور. اتفضلي اتفضلي. ايدك بقى على 20 جنيه قبل ما ابص في راس الزبون. ايه يا عم 20 جنيه يا حمدي؟ ما انا مديها لك في الطريق. طب ايه يعني يا اخويا؟ ما انا اخر سايب 3 زباين في المحل، منهم واحد بس كان هيقص شعره ودقن. خلاص يا عم ما تعليش صوتك، خلاص انت هتبلفني. خد 50 جنيه هيا، ولما تخرج يا حلو ابقى ادي لك باقي ال 20. عسل عسل عسل. لا بحلق لنفسي. ما هو باين اهي. اتفضل حضرتك. اتفضلوا معايا. السلام عليك يا دولة. أقدم لكم الدكتور حمدي الشوشة. إيه شوشة دي؟ قصة قصة لحضرتك. من فضلك اكشف عليه بسرعة أرجوك، عايزين نطمن. يا هانم الحاجات دي ما تحبش الاستعجال، لأني لازم كله يبقى سوى واحد. سوى واحد إيه؟ وأنت هتسفلتني حضرتك يعني ولا تكشف عليا؟ خلص يا دكتور. أنت بقى تخليك على جنب، وأنت ساسي 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 اتفضلوا حضراتكم بره الصالون عشان دي أسرار مهنة. صالون ايه حضرتك؟ انت فاهم الموبيليا غلط، دي اوضه النوم حضرتك. معلش يا عادل، تعالي يا طنط نطلع نقعد بره نسيبهم براحتهم. اتفضلي يا حبيبتي. اعمل لنا اربعه شاي رانيا وسندوتشين ولبن. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ورقه تواليت برضو يا دكتور؟ بقول لك دي اوضه النوم مش الحمام برضو. شايف يا رمزي؟ شايف بتدخل في شغل ازاي من اولها؟ معلش يا اسطى، قصدي يا دكتور. دولة يا دولة على رأي المثل، اد العيش للبلا ودان. ود الحلق لخبازه يعني؟ اولا بقى وبزق سيبز، انا لا يمكن اكشف عليك وانت نايم لي كده عشان التنك. انا ما بحبش اخويا الزبون اللي التنك عليا. التنك عليك ايه بس يا دكتور؟ الوضع الطبيعي يعني اللي انا اعرفه ان الدكتور دايما بيبقى هو اللي واقف والعيان هو اللي بيبقى نايم. ده يعني انا طول عمري بشوف عيانين. يا دولة ما تستنفذش رغباته بقى. استنفذ رغباته؟ ايه مكتب تنسيق يعني مقدم الرغبة الاولانية انفلونزا والتانية صداع مثلا؟ يا دولة عشان خاطر الاله يا رب يسترك يا رب بقى، ريحه عشان يريحنا. ماشي ريحك، اوامرك حضرتك. تحب تكشف عليا ازاي يعني؟ يلا قوم اقعد على الكرسي اللي قدام المراية. اشمعنى المراية يعني؟ عشان اعمل لك اشعة مرئية. إشعة مرئية فتبقى قدام المراية. طب ما تقعدني قدام التلفزيون وتعمل لي إشعة تلفزيونية. يا دولة يا حبيبي، احنا لسه يا حبيبي، تعالى احنا لسه هنقعد بقى ناخدك ونركب لك ايريال ونطلعك فوق السطح. ممكن تقع مننا وكمان ممكن تلقط بقى مرض تاني. ألف سلام عليك يا دولة. حاضر حاضر حاضر، هقعد قدام المراية. حاضر يلا. بعد الشر يا مغاز جامد جدا. والدكتور ده مضمون يلا رمزي؟ طبعا يا دولة مضمون. بعد الشر عليك. ان شاء الله حورس يا رب. ان شاء الله انت يا رمزي ومصر كلها تخلص منك بقى. يا دكتور بتعمل ايه في قفايا؟ الانسان بيتميز عن اي حاجه تانية بايه؟ بالمخ. انت عندك مخ؟ لا. بيتميز عن اي حد تاني بالعقل حضرتك. عشان كده انا بضغط على منطقه القفا الخلفيه، لان هي دي اللي بترش الدم على المخ. منطقه القفا الخلفيه؟ انا عمري ما شفت بني ادم قفاه قدام يعني. انا يا دولة على فكره وانا صغنطت كان قفاه قدام. اسكت اسكت بطني يا جدعان، يا جدعان بطني يا جدعان. مبسوطه يا ابني؟ حاضر. انا يا اسطى عيني. حاضر. بقول لك يا اسطى، يا نهار اسوح يا نهار اسوح. تعملوا ايه الفوطه؟ ده برضو على اساس ان الفوطه تدفي الصدر يعني. ماشي حاضر. ماشي 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 ماشي. الف سلامه يا دول. مالكش دعوه مالكش دعوه. حضرتك بتخنقني كده، بتخنقني بتخنقني. عايزين ايه تاني؟ فين الرشاش؟ الرشاش؟ هو انت هتقتل الفيروس بالرشاش حضرتك؟ يا دولة مش في علاج بالاعشاب وعلاج بالموسيقى؟ ده علاج بالعافيه اللي انا شايفه ده، بتخنقوني. يا ابني فين الرشاش؟ حاضر حاضر. ماشي ماشي. خلي بالك رش الميه عداوه حضرتك. رش الميه عداوه. انتوا بترشوا ميه؟ ثانيه واحده ثانيه واحده، انا بعد الرشه دي كده محتاج ان انا اقيس لك النبض. بس يا دكتور انا هروح اجيب متر عشان تقيس بيه. مفيش متر هنا، مفيش. قيسوا بالشبر، قيسوا بالشبر. يا غبي احنا كده هنتهرش. يلا يا استاذ جهز نفسك وهات ايدك عشان اقيس لك النبض. حاضر حاضر. افتح لك البلوتوث عشان تسمع النبض بيقول ايه حضرتك. هايل 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 هايل، برافو كده. انا اطمنت على ايدك الشمال نبضها مظبوط، ده معناه ان نصك الشمال مظبوط تماما. ناقص بقى ان انا ايه اطمن على نصك اليمين عشان لازم كله يبقى سوا واحد. يلا
ايدك خدها. هو حضرتك حاسس ان في ايد اطول من ايد يعني ولا ايه؟ لا 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 ايه؟ لا ايه؟ لا ما هو مش ممكن. ايه في ايه؟ اخلص ده يبقى على جثتي. ايه اللي حصل؟ ايه الزبون عايز يحلق شعره ودقنه ويعمل ماسك صنفره كمان؟ لا بقى الزبون دوت اصلا يعني يبقى بتاعي. هو اتاخر كده ليه جوه؟ انا كل اللي قلقني درجه الحراره الفهرنهايتيه العاليه بتاعته لتسيح مخه، وخصوصا ان رمزي الغبي مع جوه. عادل بيعمل فيلم عربي مع الدكتور جوه. عادل بيستهبل، فاكره هو صغير لما كان يهرب من طابور العيش ما يجيبلكيش عيش كان يحط راسه قدام البوتاجاز عشان تسخن. يا شيخه حرام عليكي. اتفضل يا دكتور اتفضل. دكتور هي دكتور طمنا. للاسف يا اخوانا محتاج عمليه. عمليه ايه يا دكتور؟ عمليه يعني عمليه. عمليه ايه يا دكتور بسوالفك دي اللي عامله زي كوارع المعيز؟ بجد ولا ايه؟ ايه بجد ولا ايه؟ عمليه ايه يا اخويا؟ يا هانم احنا اصلا لازم نستأصل الفيروس دوت، هنعمل له كمين، استناه في حته مقطوعه وهو ماشي نقضي عليه. ايه يا عم حمدي حته مقطوعه ايه يا عم؟ ده انا اللي هستناك في حته مقطوعه. رمزي انا مش بقولك رمزي، انا عندي عمليه ماسك وكريمات وحاجات من دي. السلام عليكم. السلام عليكم. انت فاهم حاجه؟ انا مش عارف اروح فين، انا اقول لك هتروح فين؟ يا زفتي يا غبي. يلا قدامي تعالى اطلع بره. اسمع بقى رمز يا اخويا، انا مش اخوك ولا اخو حد. اسمع يا حمار، انا مش حمار ومش حمار حد، انا اللي حمار وبس هو دول حبيبي. يا ابني افهم بقى وركز معايا، انا جماعه قرايبك دول من ساعه ما دخلت بيتهم وانا حسيت كده ان احنا ممكن نطلع لنا ب 400 جنيه من ورا العمليه دي. ايه يا عم انت بتتكلم ازاي يا عم؟ دول الناس دولت اهلي وهم اللي ربوني، دول حبيبي هو اللي رباني، وبعدين انت واخد مني 200 جنيه فوق ال 200 جنيه اللي رانيا بتديهم لي بقى. الله، ويعني هو كان من امتى حد يا اخويا بيمشي على الاتفاق بتاعه؟ بقولك ايه اصلا يعني طماع حبتين. بص انا مش موافق. طيب يا اخويا ماشي، هي ديتها ايه؟ مشوار لحد بيت عدولة حبيبك وافتش له السر، اقول له الحق ابن عمك حبيبك اللي لحم كتفه من خيرك بينصب عليك. لا يا عم حمدي لا، والنبي ما توقعنيش في الخطيئه بقى. هو حب للزبادي الخلاط هو اللي وقعني في الخطيئه دي وخلاني ارتكب الفعل المشير. من الاخر معايا ولا عليا؟ عليك يا حمدي. طيب عليك، ولو اديتني ملايين الدنيا دي كلها عليك، انا مش هبيع دول حبيبي. ماشي هات يا ابني زبادي خلاط. معايا ولا عليا؟ معاك ماشي بس اخر مره. ها زبادي بقى خلاط بالفواكه. ماشي 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 ماشي. بص بقى يا استاذ عدوله، احنا داخلين على عمليه حياه او موت، اي حركه منك اثناء الشغل كده او كده ممكن الموس يعورك، ولما يتعور ان شاء الله نبقى نحط له افطر شريف كمطهر يعني. افطر شريف؟ طب ما تحط عمر الشريف على الاقل، راجل ليه اسمه يعني. حضرتك ايه البودره؟ ايه البودره اللي بتحطها دي؟ بودره عفريت دي ولا ايه؟ ولا دي البودره اللي بتطرد بيها الفيروس يعني؟ لا ده انا بخدرك عشان ما تحسش بعذاب الفتله. عذاب الفتله ده غير عذاب الضمير يعني ولا ايه؟ الحقنا يا واد يا نص. عينيا يا دكتور يا اسطى. يا نص نص بقيت نص يالا. وايه الحقنه دي؟ تصدق والله حضرتك انا مبسوط جدا اول مره يعني اسمع مصطلح طبي ايه الحقنه. حضرتك الحقنه دي هتعمل بيها ايه؟ ده انا حديها لك في فروه الراس عشان انت اصلك عندك قشر كتير في شعرك، ده اللي بينزل لمعدتك يعمل لك المغص. يا اسطى دكتور انا عندي قشر برضو كتير قوي في شعري. لا انت لا اكيد اللي في شعرك ده قشر قشر بيض. انت بتعمل ايه؟ المنقط ده؟ المنقط ده؟ ده عشان استلقطك الفيروس. تستلقط الفيروس ولا تستلقطني؟ انا قلقان بجد يا دكتور انا قلقان. انا عرفت من قلقك هعمل لك الحل. الجرايد يا نص. عينيا. خد يا دوله سلي نفسك بدي. مرين. الزمالك يفوز على الاهلي؟ ايه ده؟ ده جرايد قديمه يا عم، ده الزمالك ما غلبش الاهلي بقاله فتره طويله. ايه الفتله دي؟ ايه الفتله دي؟ استنى 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 استنى، دي فتله بيضه. لا انا عايز فتله بني عشان تليق مع وشي. ماشي ماشي الفتله البني يا نص. ماشي يا استاذ دكتور. بسرعه ربع الفتله البني اهو. دي البني يا توم؟ بصيلي على شاي القهوه يا نص. الباشا يشرب حاجه؟ انا حاسس ان انا الدكتور ده حلقت عنده قبل كده. يا رب استر يا رب يا رب استر يا رب يا رب يا رب استر يا رب يا رب ينتعك بالسلامة يا عادل. ده الراجل اللي ملناش غيره يا رب.
يا رب استر. ايه يا ماما؟ ايه يا ماما هو بيولد؟ اجري حضري له مغات ورش عليها شويه سمسم. يا حرام يا عدوله، انا خايفه خالص، يا ترى مين اللي هيصرف علينا من بعدك يا عادل؟ هو ده اللي همك؟ ناس ما عندهاش دم بصحيح. ما تقوليش كده يا انعام، انت ما تعرفيش مشعوراتي ايه اتجاه عادل. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. اتفضل يا باشمهندس دكتور. اتفضل. خير يا دكتور؟ خير يا دكتور، طمني. لا 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 لا، طمنوا يا جماعه، الحمد لله القصه نجحت. قصه؟ قصه ايه ان شاء الله؟ قصه ايه يا ابو قصه؟ انا قصدي يعني ان انا قصيت الفيروس، وبكره ان شاء الله هعمل عمليه ثانيه. بكره ايه يا استاذ يا دكتور حمدي؟ بكره ايه؟ يا عمليه ايه يا دكتور؟ ان شاء الله بكره هحرج له الجناب وكله هيبقى تمام. ديكوا بقى على ايه؟ وال200 جنيه؟ لا لا ده بيهزر بيهزر. يلا يا دكتور، يلا يا دكتور، ورانا مستشفى. يلا حبيبي. مين؟ مين ايه يا دولا؟ انا رمزي يا دولا. هو في حد بيقول لك دولا حبيبي غير انت؟ عامل ايه دلوقتي؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ الدكتور اللي انت جبته ضيع نظر يا رمزي، في دكتور شغال فتله بس انا مش فاهم جوه العين. لا يا دولا، ده اشطر من 3 دكاتره عندهم في العياده. اشطر 3 دكاتره في اي كلام بتقوله خلاص. طب فين عيادته الدكتور ده يا رمزي؟ في المستوصف يا دولا. عيادته جوه المستوصف؟ طب فين المستوصف ده يا رمز؟ في المستشفى اللي على نصة الشارع يا دول. يخرب بيتك، دخلت العيادة جوه المستوصف جوه المستشفى. انا مش، ده مش دكتور ابدا، ده مش دكتور. لا يا دول، ده دكتور يا دول. انت ما شفتش البالتو اللي هو لابسه؟ انا ما بقتش اشوف خلاص يا رمز، انا ما بقتش اشوف. منك لله منك لله. الف سلام عليك يا دول. والله انت مدام بقى ما بقتش تشوف يا دول، اروح ارجع الجرالين اللي انت طالبها دي؟ لا، انا لازم علاقتي بالمجتمع ما تنقطعش ابدا، وانا شعاري دايما لا يأس مع الحياه ولا حياه لمن تنادي. اقرأ لي انت الجرايد يا رمز. حاضر يا دول يا حبيبي. حاضر. الف سلام عليك يا عم. والله مين اللي قاعد جنبنا؟ انا رمزي. تاني انت برضو. اقرا اقرا الجرايد، اقرا الجرايد. ان شاء الله دول هتخف وربنا هيكتب لك طول العمر يا رب. ابص انا متفائل. مدام متفائل اقرا يا سيدي اقرا. مصرع 80,000 في الصين بالإعصار. يا عيني على التفاؤل، هو ده التفاؤل؟ معلش يا دولة، معلش أنا هقرأ حاجة تانية يا دولة. أهو أهو دولة. مغرق 80,000. مغرق إيه؟ في حاجة اسمها مغرق؟ هو عشان اللي فاتت مصرع يبقى ده مغرق؟ أي كلام بتقوله خلاص يا دولة. والله أنا عايز أرضيك يا دولة. ترضيني تموت ناس وتغرق ناس؟ اقرأ لي رياضة، اقرأ الرياضة، ما فيهاش حد بيموت. حاضر يا دولة. أهو أهو الرياضة أهي. هزيمة المنتخب القومي. بلاش رياضة، بلاش رياضة خالص. صح دولة، سياسة احسن دولة. اهو دولة. زيادة تدخل امريكا في الشرق الاوسط. امريكا دي مش هتجيبها لبرا ابدا يالا يا رمزي. عارف شوف ربنا غضبان على امريكا ازاي؟ عشان كده رميها في اخر الدنيا يالا. الله عليك يا دولة، يا ابو الحكم يا دولة يا حكيم. يا ابني انا لو نظري فيا كان زماني كتبت حكمي دي وخبراتي ونقلتها بقى للاجيال اللي بعدية يعني. بس اعمل ايه، نظري راح. مين هيكتب لي؟ مين؟ انا دولة، انا رمزي. هو انا حبيبك اكتب لك اللي انت عايزه دولة؟ انا عايز اخدمك يا دولة. والله لا تكتب لي، انت بتكتب الكلمه في سنه اساسا. اكون انا بقى اتكلت على الله والاجيال الجديده ما استفدتش من خبرتي؟ لا فين الكاسيت اللي انا قلت لك هاته؟ انا مش قلت لك هات كاسيت وصيت؟ اه دولة اهو، رحت اشتريته اهو دولة من على النصر. اهو وانت دولة. بعد كده تبقى تسمع الكاسيت وتكتب بقى اللي فيه براحتك بقى. ها ماشي يا دولة. يلا نبتدي تسجيل بقى خبراتي بقى يلا. الف سلام يا دولة، يا ابو الحكم انت. اعمل ايه يا دولة؟ دوس ريكورد كده. يعني اعمل ايه يعني؟ اللي هو يعني بتسجل الاحمر يلا. الزرار الاحمر اهو دول اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، مع كلمه الاستاذ دول حبيبي. يا شباب مصر، يا شباب مصر، خلي بالكم عشان اللي فات غير اللي جاي خالص. الله عليك يا دول. الله. مين اللي قال الله عليك؟ انا رمزي يا دول. لا بص ما تتكلمش عشان بسجل، مش عايز حد يقاطعني. حاضر، انا اسف. انا اسف. يا شباب مصر، خدوني قدوة، خدوني مثل، خدوني من ايدي وعدوني الشارع عشان ما بقتش اشوف. يا شباب مصر. الف سلام عليك يا دولة يا حبيبي. ما تقطعنيش تاني. يا شباب مصر، انزلوا من بيوتكم، روحوا اشتغلوا او ما تشتغلوش، كده كده واخدين مرتب يعني. ايه الحمار اللي دخل معانا في الكاس ده؟ انا دولة. انا ما تكلمش تاني. ماشي، ما انا ما اتكلمتش اهو. قلت ها 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 ها، ما تقولش ها ها ها. ماشي ماشي. يا شباب مصر، لكل شاب مصري فيكو بقول له ما تزعلش، ما تيأس، ما تندمش،
ما تلعبش، ما تقفش. ايه اللي ما تقفش دي؟ انت بتقول اي كلام وخلاص؟ انا اسف يا دول، انا اسف. ما تتكلمش، انا اللي بسجل ولا انت؟ إيه انت يا دول، انا اسف. لكل شاب مصري بقول له اصحى بقى، فوق بقى، انزل بقى، يو بقى. مين كان؟ انا دول. ما تكحش وانا بسجل. انا اسف. وانت عايز تطلع صوتك وخلاص؟ انا اسف، اصل شرقت. انا عموما كده هو خلصت تسجيل الحمد لله يعني، وكده اعتقد ان انا فدت كل شباب مصر بكل خبراتي للاجيال الحاليه والاجيال القادمه ان شاء الله، والسلام عليكم. الله عليك يا دولة، الله يا ابو الحكم، والله يا ابو الحكم، ده انا هبروز الشريط ده. سمعني بقى اللي انا قلته كده. يلا. حاضر يا دولة. اللي هو الزرار بتاع بلاي ده. ايوه دول، ما انا عمال ادوس اهو. ما تدوس انت، الغي ريكورد الاول وبعدين دوس بلاي كده. ايوه دول، ما هو مش عارف ما اشتغلش ليه. انت حاطط شريط ولا مش حاطط شريط؟ دول اهو الشريط اهو، وريني اهو. حاطه على انه وش اهو. لا ما انا سجلت قبل كده دول. انت حاطط بطاريات ياض ولا لا؟ لا دول، انت البطاريات دي بقى ما قلتليش عليها دول. المغص مشي من بطني ووش ولع نار. سامحني يا دولة يا حبيبي. دولة، دولة حبيبي سامحني يا دولة، والله انا ما كانش قصدي يا دولة، معلش. بص انا عارف ان انت مش سامعني دلوقتي، وانا هقول بقى كلمتين اللي عندي وخلاص بقى. انا والله العظيم ما كنت اعرف ان حمدي قصة الحلاق هو اللي هيعمل كده وهيزودها بالشكل ده يا دولة. 30 فتلة في الاسبوع الواحد ده كتير قوي يا دولة، ده انت وشك بقى انعم من السيراميك. ليه كده يا رمزي ليه؟ الزبادي الخلاط بيذهب العقل منه لله. يا ابني يا ما حذرتك للزبادي، قلت لك ابعد على السكه دي، ما سمعتش كلامي. يا عم انت هتقطعم لي بقى يا عم بقى. انت كمان غلطان وليك عين تتكلم، ده انا يا ابني هقعد 10 سنين ما احلقش. منك لله، منك لله. ايه ده انت سمعتني يا دولة؟ سمعتك طبعا سمعتك. كل ده تعمله عشان شوية زبادي خلاط، وانت فاكر يعني انا مش هسمعك عشان البودرة بتاعت البنج بتاعت عبد القصة؟ ايه ده؟ دولة ارحمني دولة، والله العظيم ما كانش قصدي. انا بقى كان قصدي. دولة والله.